بخطوة واحدة كل واحد فينا يقدر ينقذ حياة 8 أشخاص. القلب والكلى والكبد والرئتين وايد مهمين لحياتنا وصحتنا بشكل عام، بس إذا صار فيهم شيء هل راح نلقى البديل؟ زراعة الأعضاء موجودة، بس المشكلة بنقص الأعضاء عالميا وبالكويت بالتحديد، لأن عمليات زراعة الأعضاء تغطي بس 10% من الحاجة الفعلية، والتبرع عقب الوفاة قليل جدا. مرضى فشل القلب والرئة والكبد ما عندهم بديل عن الزراعة، وكل متوفي عنده من الأعضاء والأنسجة اللي يكفي لإنقاذ 8 مرضى. سجل في بطاقة التبرع من الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء وكون سبب في إنقاذ حياة أكثر من مريض بعد وفاتك، وتذكر أن ديننا يشجع على العطاء والتبرع بالأعضاء صدقة جارية. التسجيل في بطاقة التبرع بالأعضاء عن طريق موقع الجمعية أو رقم الواتساب. التبرع بالأعضاء أجمل أنواع العطاء.